مع الكرة الحديثة، مع ممكن سيستم اللعب تخدم اللعيب ان هو يأدي بشكل جيد. لا بص يا كابتن، انا بشوف ان دي انت لو مدير فني بيبقى ممكن يعني كرم من ربنا كده بالنسبه لك ان انت يبقى عندك لاعب يقدر يلعب تمام. لك في انا المركز. بتكلمش على المدرب، المدرب يتمنى ده، لكن انا بتكلم انا طول عمري بلعب باك يمين، حاجي العب باك شمال، ممكن العب ماتش اتنين، لكن اظهر بالشكل اللي انا عايزه. الحقيقه احيي عمر، لان عمر كمان بينزل بيعمل شكل مختلف زي ما الكابتن عادل بيعمل شكل مختلف بيضيف. ده بيبقى صعب على اللعيب ولا بالنسبه للسيستم اللعب بالنسبه للفريق بيدخله المود دوت يعني؟ لا هو صعب على اي لاعب ان هو يقدر يبقى عنده مرونه تكتيكيه ان هو يلعب في اكتر من مركز. عشان كده بقول لك كابتن، هي بتبقى ملكه عند اللعيب، والمدرب بيبقى محظوظ ان هو عنده لاعب زي عمر كمال مثلا، زي ما بنتكلم قبل كده عن احمد فتحي ممكن يلعب سيرد باك، ممكن يلعب مظبوط، بنتكلم على اكرم توفيق ممكن يلعب باك رايت، ممكن يلعب وسط الملعب بالظبط، حسين الشحات ممكن يلعب هاف رايت، ممكن يلعب باك رايت، ممكن يلعب طرف شمال. وحسين بدا باك يمين خلاص، حسين الشحات بدا باك يمين في المقص، كان في المقص بيلعب باك رايت. فهنا كابتن المرونه التكتيكيه دي بتريح المدرب بشكل كبير، زائد ان هي ما تبقاش في اي لاعب، وهنا الافضليه لاي مدير فني هو اللاعب ده، ان انا بقدر عشان هو ما بيخسرنيش تغيير، ان انا ممكن اقدر انقله مثلا من الباك رايت للباك ليفت، وزي ما شفنا عمر كمال قبل كده لما لعب باك ليفت قدر ان هو يضم على نص الملعب، وزي ما بيقول الكابتن عادل ان هو رفع وشه وشاط. فاعتقد ان عمر عنده الملكه دي، لكن صعب على اي لاعب يعني. صعب هتلاقي هاني مثلا يلعب باك ليفت، صعب هتلاقي هاني يلعب طرف شمال، هتلاقي صعب ان هاني يلعب هاف رايت، لكن ممكن الراجل يقدر يعتمد عليه بس مش هيديله 100%. لكن مع عمر كمال لا، دي بتبقى صعبه على اي لاعب. دي قدرات لعيب يعني، قدرات لعيب، ملك ملك ملكة عنده طبعا. اتفضل يا كابتن، اتفضل. في نقطه مهمه جدا، اتفضل. اولا الاثنين ابتدوا يلعبوا برجليهم الشمال، فاذا في الفترات الصغيره يعني دلوقتي بنشوف عمر او كريم بيعملوا بيوصل ويلعبها على الارض برجليه الشمال، فاذا يبقى ابتدى يديله تعليمات، ما تقلقش مش لازم تروح وتقف وتعدلها على اليمين وتلعب. الحاجة التانية وهي مهمة جدا، معظم الفرق بتلاعب واحد أشول ناحية اليمين، بحيث إن هو لما بياخد الكورة بيعمل إيه؟ بيخش على جوه، بيروح يشاهد على جوه. إذا لو أنا بلعب برجلي اليمين والراجل أنا هلعب عليه بيضم للداخل، هتبقى دي على عدلتي، وبالتالي مهم جدا إنك تجيد اللعب بالقدمين، يعني مش هتكون بنسبة كبيرة يعني الاثنين أكيد مش هيكونوا 100%، أكيد 60-40 أو 60 لو 60-40 ده يبقى رقم كويس قوي. ابتدى يعني كريم ابتدى كريم يعمل كده، ابتدى امبارح عمر. فكرتني بوحدة تدريبية كنا بنتمرن في ألمانيا، كان أوتر هاجل عشان النقطة دي بالذات كان بيعمل لنا تقسيمة، والتقسيمة ديت يقول لك آخر باص بالويك فيت يعني بالرجل الضعيفة، فأنت ممكن تخيل انت بقى المنظر عامل ازاي. تنقل وتعمل دريبل وكل حاجه، لكن لما تيجي تعمل باص لازم تعمله بالرجل اللي يعني انا بلعب بيميني استلم وامشي وكل حاجه، لكن الباص اللي بسلم بيه لازم اسلمه بالشمال والاشول باليمين. فكان الاول طبعا كنا بنضحك على بعض يعني كان، لكن خلي بالك مع الوقت حتى لو التحسن بيبقى 10% ده موجود. ففي سيشن كده معين وبشكل ممكن يكون